ايكونومكس كوميونيكيشنز انجينير. واير مش هتكلم بس عنها يعني كحد انجينير وفاهم، حتى لو انا فاهم والكلام ده كله، لما باجي يحصل عندي فايلر في ويندوز او اي مشاكل او اي حاجه زي كده، فعلا التكس مي تايم، حتى لو انا فاهم، حتى لو انا بعمله بنفسي، التكس هيوج اماونت اوف تايم ان انا داونلود وانستول كل البروجرامز اللي عندي. طبعا ده لو عندي ديدلاينز او عندي حاجه زي كده بتضيع مني، ما عنديش الكلام ده، لان لازم اكسس الداتا اللي عندي على اللابتوب. فانا بالنسبه لي كمهندس اللي هو بيعمله ده سحر يعني. واير بيعملوا حاجه انا مش شفتهاش قبل كده، وبتسهل علينا شغل كتير قوي قوي قوي. ثانك يو واير.